أنا مروة زيتون، موظفة إدارية بجمعية بنين الخيرية وخطيبة زكريا. أنا زكريا حسني، بشتغل بمطعم على المحاسب. أنا ناشطة بمجال حقوق قصار القامة بلبنان. حاولت أن أكون عم بعمل عدة نشاطات، عدة ندوات، عدة مقابلات تكون عم طال هيدي الفئة. فهون التقيت مع زكريا بمشروع قصار القامة، صرنا نتواصل مع بعض. كان عندي كتير نشاطات لقصار القامة، فلما شفت مروة وصرنا نتبادل الأفكار وهي قدرت تساعدني على هذا الشيء وقوتني أكثر، وحسيت إنه النشاطات تعود قصار القامة بتصير على الأرض واقعياً، فبحمد ربي على هذا الشيء. هيدي أكبر نعمة إنه دخلت لحياتي هي لحتى تعطيني القوة. وبالفترة اللي كنا عم نحكي أنا وزكريا القصص والخطط اللي حابين ننفذها خدمة لقصار القامة ككل، يعني كان في شوية زعبرات وهيك. كان في شوية زعبرات، يعني صار هو يزعبر، يهتم من هون، يحكي من هون، يتحجج من هون. كيفهم أهلي؟ صرت أول شيء اللي جذبوني لإلها هني عيونها، يلي هني عن جد بس طلع فيها بتلاقيهم عم يلمعوا ويبرقوا. يمكن ما يمكن عند الناس عادي، بس أنا عندي لا شيء كتير كبير بحياتي. وأنا كمان أول ما شفته هو حدا مميز بين كل الأشخاص عن جد، تصرفاته، كوقفته، كستايله، يعني أنا بيا ستايلش. صح؟ فدايما الناس بتشوف هيدا الشيء. أول مرة لما قلت لها أنه بحبك قلت لها إياها ب1/8/2022. أي ساعة؟ وبعدي حافظ الديت الساعة 12:30 بالليل. فات زكريا على حياتي وكان هو شريك حياتي هلا، انا بنظر للحب هو نظره نصيب، يعني كل شخص بياخذ الشخص اللي بيستحقه. طيب مروه، بدي احكي عن مروه بالذات. مروه تعلمت، تعبت، تهتم بحالها، بتشوف حالها حلوه، يعني هذا الموضوع ما كان حاجز قدامي انه او انه هم انه انا اذا كيف بدي اتزوج او مين معقول يكون عم بينظر لمروة، معقول مثلا مروة تكون عم تكفي حياتها تعمل اسرة، يكون عندها حياة زوجية مثل اي شخص. هذا الموضوع كان عندي اياه عادي، انا بستحق اكون مع اي شخص هو بيستاهلني. نحن اكيد عقليا ما ناقصنا شيء، قادرين نعمل اي شيء تاني، بس هو المختلف علينا انه نحن عنا نقص بالنمو من خلال الاطراف، من خلال الجسم. الحياة مش سهلة، يعني نحن ما في شيء بيجينا على طبق من فضة، نحن بدنا نتعب شوي، نواجه شوي، بس اكيد حنلاقي نتيجه كثير حلوه حتساعدنا كل الوقت وحتخلي كل الاشخاص فخورين فينا. كرمال هيك نحن وصلنا لمشروع قامتنا فخر لنا، وبندعي كل العالم انه كل قصار القامه انه تكون فخوره بقامتها. انا اول ما شفتها لمروه فيك تقولي سحرتني هي، لانه روحها حلوه، قلبها حلو، شخصيتها كثير انه بتشبه شخصيتي، اثنيناتنا طلعنا يعني في انسجام بشكل كبير كبير. كملنا بعض. كملنا بعض وحسينا انه هون في نقطة مشتركة بيني وبينها.